دير لي واحد الكرسي باش نهز رجليا، ها ما كتبانش في الكادر يا اخوان. شوها داري ويحيدوها في المونتاج نخسر معاك. السلام عليكم، معكم الزبير هلال ممثل، تابعونا على SNRT نيوز. اكتور ولا بلوغور؟ بعيد كل البعد على بلوغور، انا ماشي بلوغور. تريبيون ولا فريميجا؟ لا لا فريميجا الفيراج. ملعب لوسيل ولا ستاد دونور؟ حدد لي بالضبط، من ناحية لومبيونس صراحة دونور لا يعلى عليه. سبور ولونطرينمون ولا الماكلة والنعاس؟ لا سبور ولونطرينمون. أنا ما كنتش كريديبل. أنا ما تيقتش راسي، أوكي. يوتيوب ولا التلفازة؟ التلفازة. الفرشيطة ولا التغماس؟ التغماس. الفيسة ولا السفة؟ بلاتي راه ضغط. لا 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 خربقتيني بجوج اسير. لعبة الخيانة ولا دار الهنا؟ لعبة الخيانة ولا دار الهنا؟ لعبة الخيانة كانت فيها دراما ودار الهنا كانت فيها كوميديا، مي جو بونس نقدر نقول لك دار الهنا باسكو اول اباريسيون عندي في التلفازة نيت اوفيسيال زعما. انستغرام ولا فيسبوك؟ انستغرام. ماني ولا فلاورز؟ ماني. ديزيدروس ولا إيمينيم؟ لا لا عشيري ديزيدروس. هذا راه سلمو متاني هذا السؤال هذا. دابا نقول ديزيدروس حيت عشيري زعما انا في الراب ما كنفهمش بزاف، ولكن إيمينيم زعما ايقونه كبيره ديال الراب نحس بنت واعر. البطوله برو ولا بريمير ليغ؟ لا لا انا بالنسبه لي بطوله، حتى انا كنتفرج بطوله برو والله حتى كيعجبني مع ديك الثلاثه نتفرج كيعجبني جواد ودوش. شكون تبغي يكون بطل ديال الفيلم ديالك، روبير دينيرو ولا دريس الرخ؟ وانا نصرف على دينيرو، غير يا دينيرو انا خاص اللي يصرف علينا. دريس الرخ وراه امشي مع المنتوج المغربي بيان سور. شريتي واحد الدار نعمز اللي حطيتي فيها فلوس ديال عمرك، هاد الدار ملي جيتي لقيتيها فيها مالين المكان، واش غتبيعها؟ وداك اللي غيشريها ما تقولش شنو لقيتي فيها. ثاني حاجه غتجيب فقيه ديال الرقيه الشرعيه، ثالث حاجه غتعيش معاهم في امن وسلام وتهناو بجوج. حتى لا نعيش انا وياهم ونديرو ستوريات ونديرو كونت انستغرام، وراه واش كاين ماتير كاين كونتوني فهمتي، كاين مشاكل الجن نتعاشر معاه كاين ما يدار. عطاك الصديق ديالك واحد الفاليزه وانت مسافر للهند بوحدك، تقتي فيه وحنا غير كنتخيلوا، وصلتي لقاو فيها بعض الممنوعات، شدوك البوليس 10 ثواني بالهنديه، شرح لهم بلي هذيك الشنطه ماشي ديالك. بالهنديه نمستي سنيغي نمستي ترى فينا تعقل زعما باش يهضر معايا بالدارجه خويا والله ما ديالي قسم. تحياتي لكم، شكرا لكم بزاف، عواشركم مبروكه وبالصحه والسلامه.